أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة تأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري لأهم وآخر الأنباء على مدار 24 ساعة. يسرنا فيها استقبال استفساراتكم ومقترحاتكم على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك. ونبدأ نشرتنا بالعناوين الرئيسية. الصحة العالمية الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تصل مصر حتى الآن. الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية. الآلاف يودعون جثمان جورج فلويد في جنازة مهيبة. كورونا يهاجم اتحاد الكرة المصري من جديد. كريم عبد العزيز بطل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار. البداية من امتحانات الثانوية العامة، حيث تباشر المدارس استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية يوم الأحد الموافق 21 من يونيو، وذلك من خلال تجهيز بوابات التعقيم ورش المطهرات وإعداد الكمامات التي ستوزع على الطلاب. واستعدت المدارس بوضع علامات ملونة على الأرض في مدخل المدرسة لضمان تنظيم عملية وقوف الطلاب في طابور على مسافات تضمن التباعد الاجتماعي بين كل طالب وآخر قبل دخول اللجنة. وحرصا من موقع صدى البلد الإخباري على التيسير على طلاب الثانوية العامة، أطلق خدمة ذاكر معانا والتي تتضمن مراجعات نهائية في كافة المواد وتوقعات لأسئلة الامتحانات من إعداد معلمين متخصصين في مواد الثانوية العامة. ويمكن للطلاب مطالعة الخدمة والاستفادة بها من خلال الدخول إلى موقع صدى البلد الإخباري ومتابعة كل جديد عن امتحانات الثانوية العامة في قسم التعليم. قالت مها طلعت المستشارة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، وأوضحت أن مصر في الموجة الأولى حتى الآن، حيث لم تنحسر الأعداد المصابة بالفيروس، مؤكدة أن الموجة الثانية ليست أمراً مرعباً ومخيفاً كما يتوقع البعض، بل يمكن السيطرة عليها بالإجراءات الوقائية وقوة النظام الصحي بالدولة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تعليمات للشخص المخالط للحالة المصابة بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي. وقالت الوزارة إن التعليمات يجب أن تطبق لمدة 14 يوماً من تاريخ آخر اختلاط بالشخص المصاب، وأهمها الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل في غرفة منفردة جيدة التهوية، مع منع الخروج والزيارات العائلية، والتأكيد على أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحمامات تكون جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة. وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم O يتمتعون بحماية أكبر ضد الإصابة بفيروس كورونا، في حين أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم A هم الأكثر عرضة للإصابة. نشرت وسائل الإعلام الليبية اليوم الأربعاء تفاصيل إسقاط الجيش الليبي الوطني لطائرة مسيرة تركية. وقصفت طائرات الجيش الليبي عدة أهداف تابعة لتركيا غربي البلاد في محاور شرق مصراتة، حيث استهدفت القوات الجوية مواقع وتمركزات وأليات عسكرية للميليشيات في مناطق السدادة والقداحية شرقي مصراتة. وأسقطت منصات الدفاع الجوي طائرة تركية قرب منطقة جارف في مدينة سرت. في جنازة مهيبة اجتمع الآلاف لوداع جورج فلويد بمدينة هيوستن الأمريكية، حيث عاش هناك لسنوات، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على مقتله على يد شرطة مدينة مينيابوليس. وتجمع الآلاف أمام الكنيسة لوداع فلويد قبل موكب جنازته، حيث تم نقله إلى مثواه الأخير عن طريق عربة تجرها الخيول، ورغم ذلك امتلأت الكنيسة بكلمات الوداع والموسيقى. وإلى أخبار الرياضة، ونبدأه من اتحاد الكرة المصري الذي سجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين موظفين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6 حالات. الإصابات شملت الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وأربع موظفين في قسم الحسابات وموظف في سكرتارية الاتحاد. كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيجدد عقده مع النادي في الفترة الحالية. فيما شدد المشرف العام على كرة القدم على أن مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن كافة التفاصيل فور توقيع المدرب على العقود في الفترة المقبلة. ماذا قالت الجماهير المصرية عن ظاهرة التعصب الكروي، وكيف يؤثر هذا التعصب على وحدة الشارع؟ هذا ما سنشاهده في الفيديو التالي. المفروض نبقى أحسن من كده مع بعض، لأن احنا في بلد واحدة وناديين مصريين كبار ويعتبروا أكبر ناديين في أفريقيا. والله العظيم دي كورة، وما ينفعش يعني ولا نتكلم في أهلي ولا زمالك، احنا اعتبر خلاص في نهاية العالم. ومن الرياضة إلى الفن، ولا زال فيروس كورونا يتنقل بين رئات الفنانين، حيث نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة من نتيجة آخر مسحة كورونا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وكشفت نتيجة المسحة الأخيرة التي أجرتها إيمان العاصي تعافيها بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد. أما الفنانة القديرة رجاء الجداوي فلا زالت حبيسة الرعاية المركزة تطاردها شائعات الوفاة.
الأطباء المعالجون في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية نفوا تماماً ما تردد صباح اليوم الأربعاء حول وفاة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا. وأوضح الأطباء أن حالة الفنانة مستقرة وبدأت في التحسن التدريجي بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا. أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل الاختيار الاستقرار بشكل رسمي على الفنان كريم عبد العزيز لتقديم الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا في رمضان الماضي. وكشفت الصفحة الرسمية عن بعض تفاصيل العمل، حيث أكدت أن المخرج بيتر ميمي هو من يتولى إخراج الجزء الثاني، ويتم حاليا اختيار باقي أبطال العمل، ولكن لم يتم تحديد المؤلف الذي يتولى مهمة كتابة السيناريو. وإلى جولة لأهم الفيديوهات المنشورة عبر السوشيال ميديا، والبداية من فيديو يوضح تفاصيل خطوبة نيلي كريم في الجونة. هذا المنزل تبرعت به سيدة مصابة لعزل المصابين بفيروس كورونا، فماذا قال عنها الأهل؟ نبيل الشحات صابر من شط الأمر مركز المحلي. احنا طبعا مبسوطين بان المره دي الست اتبرعت بيها لاهل البلد، وبنتمنى طبعا الصالح. اي حاجه مستشفى خيري مثلا لاهل البلد تخدم الجميع، واللي فيه صالح البلد وكل عايز المصلحة تمشي لأهل البلد. التجمعات داخل سوق باسوس بالقليوبية تنذر بكارثة، لا كمامات ولا إجراءات وقائية، دعونا نشاهد. ماذا فعل صاحب هذا المقهى في قنا لمواجهة الركود؟ اشتغل حد احنا والله ربط صاحب القهوة دي ومساكة كانت الكورونا دي وكده، قابلين لنا معدة 3 شهور او داخلين على الشهر الرابع، وقلنا نجيب شيء فاكة كده نمشي لهم الحال لحد ما الجو يرجع، ان شاء الله بكره نكمل بقيه الجلسه والفاكهه والكلام ده لحد ما نشوف القرارات الجديده ان شاء الله. كان هذا كل ما لدينا من أنباء، نشكركم على طيب المتابعة، انتظرونا في نشرات إخبارية جديدة، وننتظر تعليقاتكم على حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك. كنت معكم طارق موسى.